الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وبسم الله نستعين. سعد الله مساءكم بكل خير في هذا المساء، في هذا اليوم، في يوم السبت الموافق 22 من شهر 2 لعام 2020 بالميلاد، مع ختام هذه البطولات، مع ختام هذه البطولة، بطولة السلك لعام 2020. مشاهدينا الأعزاء، متابعينا الكرام، أيضا نرحب بجميع المتابعين، بجميع أيضا هنالك محبي السلك من أرضية هذا الميدان في هذا المساء، ضمن المتأهلين أيضا الذين تنافسوا في الأسابيع الماضية. نرحب بجميع المتابعين، نرحب بجميع المشاهدين، ومن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث هنالك عبر هذا البث المباشر. مشاهدينا الأعزاء، متابعينا الكرام، في ختام هذه البطولة أيضا بتنظيم من مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أحد بطولات فزاعة، أحد هذه البطولات. نرحب بجميع المشاركين، نرحب بجميع المتابعين، نرحب بالجماهير الذين توافدوا في هذا اليوم المميز بالتاريخ 22 من شهر 2 لعام 2020 بالميلاد. وإليكم هنالك ملخص سباق هذا اليوم، أيضا هنالك برنامج هذا اليوم بواقع ستة أشواط، حيث يكون التنافس حاضرا بهذه الأشواط. مشاهدي الأعزاء، متابعينا الكرام، أول الأشواط سوف يكون هنالك شوط الذكور المحترفين، والمسافة أيضا هي 1000 متر لمسافة أيضا المحترفين، حيث أيضا هنالك 9 من الأسماء، 9 من المشاركين الذين يشكلون هذا الحضور. مشاهدينا الأعزاء، متابعينا الكرام، في هذه اللحظات أيضا شوطنا الثاني سوف يكون من مسافة 1000 متر. مشاهدينا الكرام، متابعي الأعزاء، لفئة الإناث المحترفين. مشاهدينا الأعزاء، متابعينا الكرام، بهذه اللحظات هنالك الاستعدادات الأولية ما قبل انطلاقة هذا الشوط، وما قبل افتتاحية هذا المساء. أيضا مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، كل الشكر الجزيل مشاهدينا الكرام للمتابعين، وهنالك لجمعة بن خليفة المهيري اللجنة المنظمة ومسلم العامري، وأيضا هنالك عبد الله بن دلموك الكتبي مدير بطولات فزاع. مشاهدينا الأعزاء، متابعينا الكرام، الاستعدادات الأولية على قدم وساق، على قدم وساق هنالك بهذه اللحظات ما قبل الانطلاق، ما قبل البداية. مشاهدينا الأعزاء، متابعينا الكرام، هنالك بهذه اللحظات وارتفعت راية الانطلاق مع هذه الأسماء، مع 9 أسماء سوف يتنافسون من أجل اللقب، من أجل الفوز، من أجل الانتصار. مشاهدينا الأعزاء، متابعينا الكرام، الله، أرى هنالك هذه الراية، هذه راية البداية وراية الانطلاق وراية التحدي بهذه اللحظات. مشاهدينا الأعزاء، متابعينا الكرام، الكل يتأهب بعد التأهيل الأول هنالك بهذه اللحظات. مشاهدينا الأعزاء، متابعينا الأفاضل، الأسماء المتواجدة
هنالك ناصر بن عبيد بن راشد بن دلموك الاكتبي يتواجد ويشارك بسبعة أسماء. تيدي باكس بيلي فلوس بينستو كوروبا كوبر جيتي جيت وهنالك الشيخ زايد بن المورا المكتوم مع اقتحام وحزم بن علي بن حزم القطامي هنالك مع نمبر 3 الأسماء مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام بهذه اللحظات الله انطلق أول الأشواط انطلقت هذه التحديات انطلق مشاهدينا الأعزاء من يحمل الرقم 5 هنالك فلوس الله ناصر بن عبيد بن راشد بن دلموك مع المحترفين الذكور مع أول الأشواط مع الانطلاق القوي انطلاق القوي اللي قادم اقتحام اللي قادم هنالك مشاهدينا الاعزاء متابعي الكرام نمبر 3 بيلي وهنالك فلوس وناصر بن عبيد بن راشد بن دلبوك بن دلبوك اللحظات الأخيرة مشاهدينا الأعزاء تهانينا وألف مبروك هذا الفوز وهذا الانتصار أيضا لناصر بن عبيد راشد بن دلبوك الاكتبي بهذا الفوز وهذا الانتصار المركزين الأوليين هنالك نمبر 3 هو من حصل على المركز الأول مشاهدينا الأعزاء من خلال إعادة هذا الشوط هنالك بيلي والمركز الثاني كان أيضا هنالك فلوس لناصر بن عبيد بن دلبوك الاكتبي بالمركز الأول مشاهدينا بالمركز الثاني ثالث المراكز مشاهدينا الكرام